السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. اليوم غادي نقدم لكم طاجين ديال الكفتة. عندنا المقادير لهذا الطاجين: عندنا الكفتة تقريبا ربعة ديال الكفتة، عندنا جوج حبات ديال البصلة متوسطين، عندنا ثلاثة ديال الحبات متوسطين ديال المطيشة، عندنا علبة ديال الجلبانة مصبرة، عندنا ربيع قزبور ومعدنوس، عندنا نص كاس ديال الزيت البلدية، نص معلقة ديال الملحة، معلقة ديال تحميرة أو بابريكا، معلقة صغيرة ديال الكمون، معلقة صغيرة ديال الأبزار، معلقة صغيرة ديال الكركم أو الخرقوم، ومعلقة صغيرة ديال السكينجبير، وجوج فصوص ديال الثوم. ونبدأ على بركة الله. بسم الله، غادي نحطو الكفتة في الإناء. حطينا الكفتة باش نقوموها، نحطو عليها التوابل والملح. هاد التوابل اللي مقادير اللي وريتكم ديال التوابل غنقسمها على النص، النص غيدار في الكفتة والنص غادي يدار في الطاجين. بحال هكذا وندير ليها قطرة الزيت باش تجي نفتية من الداخل، ما تجيش قاصحة. صافي، وغادي نخلطها هكذا حتى يندمجوا مع هاد العناصر. دابا الطاجين انا حطيت فيه ثومه، جوج الفصوص ديال الثوم، غنحط البصله مشلطه، وغادي نزيد عليه الزيت، نص كاس ديال الزيت اللي قلت لكم، ونحطو يتشحر. تشحر هاد البصله حتى دبل لينا شويه، عاد نزيد عليها مطيشه محكوكه. وتنبقاو نشكلو الكويرات ديالنا بحال هكذا لهذا الشكل حتى نساليوهم. على ما تدبل لينا البصله ديالنا اللي حطيناها فوق النار، البصله ديالنا ها هي دبالت، ها هي صافي. دابا غنزيد عليها مطيشه محكوكه. صافي، غادي نحركها بحال هكذايا ونخليها حتى تشحر البصله مع مطيشه مزيان، ونزيد عليهم الربيع والجلبانه المصبره. انا استعملتها حيت ما كايناش دابا، ما موجوداش جلبانه اللي طريه، وكننصحكم باش تبداو تعملوا حاجه طريه هي اللي مزيانه وصحيه للدراري وليكم صحتكم. هذه اكله خفيفه وسريعه دغيا واقتصاديه، اللي كيقرا والموظفين اللي جا من الخدمه رجع بالجره وباغي هذا دغيا دغيا كتوجدها تمتم وتاكلها وتمشي وبالصحه والراحه. وغادي نحط التوابل ديالي اللي شفتوا معايا، ها هما نحطهم فوق ونحرك. صافي، ونسد على الطاجين نخليه يتشحر حتى يتشحر، عاد نرجع معكم تشوفوا كيفاش نحط الكفته ديالي طيب. وغادي نكمل نص كاس ديال الزيت ديالي، نزيد داكشي اللي بقى منه غادي نزيدو فوق الطاجين. دابا انا زدت الجلبانه وزدت الربيع قزبور والمعدنوس، غنخليهم يطبخوا شويه ونحط الكفته ديالي عليهم. غادي نزيد جه 3 معلقات كبار ديال الماء باش طيب لي الكفته فيهم، راه ما لاحظوا ما زدت لا ما لا والو، ملي بدا تيطيب تيطيب غير في لاصوص ديال مطيشه وفي الماء ديال البصله. دابا زدت باش الكفته ديالنا ما ينشفش. بسم الله، وغنبقى تنحط الكويرات ديال الكفته هكا، وانا تنخلي الكفته هي الاخرانيه عاد تنزيدها باش ما تتقصحش حيت هي دغيا تطيب. صافي، ما تبقى لكمش هكا كنت كنزز وتولي يابسه. ونزيد عليه البيض، هذا البيض كيبقى اختياري، اللي بغى اللي كيبغي يدوق البيض يزيد، واللي ما كيبغيش انا غادي نزيد 3 البيضات. بسم الله، انا غادي نزيد 3 البيضات صحاح هكذا، غنخفقهم ما والو كنحطهم صحاح.
وهادو تيبقى اختياري، كاين الناس اللي تيبغيو البيض، كاين الناس اللي تيبغيو غير هكذايا. كفته بالطماط، صافي. غادي نسد على الطاجين حتى يطيب هذا البيض، هو تما غير على السخونيه ديال الطاجين غادي يطيب. صافي نطفي عليه وتشوفوا معايا في طاوله التقديم. بسم الله، وكان هذا هو الطاجين ديالنا اللي وجدنا معكم، ها هو. نتمنى توجدوه وتاكلوه في ديركم بالصحه والراحه، رائع وسريع، ما تعدوي معاه ما والو، دغيا خفيف وظريف. نتمنى توجدوه ان شاء الله وتاكلوه بالصحه والراحه. والى فيديو، شكرا على المشاهده، والى فيديو اخر، في امان الله.